السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، عاملين ايه؟ وحشيني جدا. النهاردة أنا جايلكم بطريقة جديدة هنعمل بيها الكبدة البلدي. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعملي لايك للفيديو. يلا بينا نشوف المكونات اللي معانا. هنا أنا معايا أهو حوالي كيلو كبدة بلدي، ماشي، ومعايا هنا 4 بصلات انا عاملاهم بالمبشرة، عاملاهم شرايح كده، ومعايا فلفل الوان، ومعايا هنا الدهنة. انا ما بعملش بسمنة ولا بعمل بزبدة، انا بعمل بالدهنة، بتبقى تحفة جدا، بتعطيها طعم جميل خالص. ومعايا هنا البهارات بتاعتي، معايا هنا فلفل اسود، معايا كمون على كزبرة، معايا ملح، معايا بابريكا، معايا شوية بهارات لحمة، ومعايا هنا حوالي 5 فصوص ثوم كده اهوت انا فرماهم، ومعايا ليمونة. طبعا الليمونة احنا ايه ما بنحبهاش على الاكل في الكبدة، في ناس بتحبها عندنا وناس لأ، فعشان كده الليمونة دي اختياري، انتوا لو بتحبوها حطوها. ومعايا هنا 1/2 كوباية خل. يلا بينا نشوف الطريقة. هنا انا اهو جبت صينية وحطيت فيها شوية من الدهنة، هنزل عليهم بشوية زيت صغيرين، اي نوع زيت انتي بتستعمليه، شوية زيت كده بس صغيرين، وهولي عليها بوتاجاز. تبدأ ان انا اشوح الدهنة مع الزيت شوية، وطبعا هحط بقية الدهنة، انا هنا حطيت اهو بقية الدهنة وخلاص اتشوحت شوية ونزلت كل الدهون بالشكل ده. هنزل بقى عليها بال4 بصلات. طبعا انا هكون معليه البوتاجاز مش موطيه خالص، يعني البوتاجاز بتاعك يكون النار بتاعته نار كويسه يعني هاديه، ما تبقاش متوطيه خالص دلوقتي عشان احنا مش هنوطيها خالص دلوقتي. هبدا بقى انا ايه اقلب في البصلايه كده معاكم زي ما انتم شايفين لحد ما احس البصلايه خلاص بدات اللي هي تدبل وتديني لون. انا مش عايزه اشوحها، انا مش عايزه اشوح البصلايه، لا انا عايزاها ايه تديني كده ايه لون كده خفيف. وهنا يا جماعه بص اللون دوت هو اللون ده اللي انا عايزاه، خلاص ابدو اول ما بتبدا هي ايه خلاص تدبل كده، هو اللون ده اللي انا عايزاه، شايفين. طبعا هجيب الكبده، هنزل اول حاجه بالكبده بعد البصل. طبعا الكبده بلدي، البلدي تحفه جدا، بلدي يوكل. هنا اهو انا طبعا هفضل اقلب الكبدة مع البصل لحد ما الكبدة تديني لون، انا عايزة الكبدة هي كمان تديني لون. فانا اهو زي ما انتم شايفين هفضل انا ايه اقلب، بجد يا جماعة الطريقة دي تحفة جدا وطعمها روعة روعة روعة، طعمها جميل خالص، جربوها وان شاء الله مش هتندموا. طبعا الكبدة يا جماعة انا كنت جايبها سليمة، الجزار ما كانتش مقطعها لي، لأ كان عطاها لي ايه سليمة وانا الا قطعتها. شايفين هي بدأت اهي تديني لون، بدأت ان الكبدة تاخد معايا لون. زي ما انتم شايفين كده بدأت هي خلاص اهي اخد معايا اللون، احط عليها بقى 1/2 كوباية الخل، 1/2 كوباية الخل، وهقلب بقى ايه الكبدة كده كويس عشان كلها تاخد من الخل. انا مش هحط عليها مية، لا انا هي 1/2 كوباية الخل دي اللي انا هحطها عليها وبس، مش هحط عليها اي مية، لان الخل اصلا هيسويها كمان ومش هتطول كمان معاك. اهو يا جماعة انا كده قلبتها تقليبة اهي كويسة، طبعا هوطي عليها البوتاجاز
الحتة دي بقى اللي انا هحط عليها البوتاجاز عشان تعرف تستوي، وهغطيها هغطيها وبتاع 10 دقايق كده هوت، وهفضل اللي انا ابص عليها تاني. هو يا جماعة عدى معايا 10 دقايق، هفضل اللي انا بص اهو ابص عليها. طبعا شايفين منزلة مية ازاي، شايفين من غير ما احط عليها مية ولا حاجة، هي الكبدة بتنزل مية مع نفسها، مية البصل والخل وده كله هو ده هيساويها. طبعا هشوفها سكت هي استوت ولا لأ. طبعا اهي يا جماعة استوت، شايفين ما خدش معايا غير بتاع 10 دقايق واستوت. اهي هبدأ ان انا اقلبها كده تقليبة كويسة. وهو يا جماعة هنا اهو، انا بعد ما قلبتها هنزل بقى بالفلفل. وهقلبه كده اهو تقليبه برضه كويسه. طبعا الفلفل ده انا هفضل اقلب فيه لحد ما يدبل معايا. اهو هفضل كده اقلب فيه. شايفين الريحه تحفه بجد، ما الريحه واصله ايه، من لسه محطتش توابل والريحة بجد تحفة تحفة. شايفين وهو لسه فيها مية، يعني كل ده لسه برضو من الكبدة برضو ايه بتستوي برضو. وهجيب بقى التوم اللي انا فرماه، وكمان هكمل تقليب. اشوح كده برضو من التومة ايه مع الفلفل مع الكبدة مع الكلام ده كله، اشوحها كده. طبعا ايديكي ما تقفش عن التقليب علشان الكبدة ما تتلسعش معاكي في الحتة، في اول ما تحطي الفلفل ايديكي ما توقفش عن التقليب. انا كل ده لسه ما حطيتش البهارات، بهارات انا كل ده لسه ايه ما حطيتهاش. اول ايه بشوح الفلفل كده مع الثوم وكده مع الكبده. وهو يا جماعه هنزل بالبهارات، بعد ما نزلت بالبهارات هديها بقى تقليبة برضو كويس. هفضل ان انا اقلب فيها لحد ما الاقي ان خلاص الكبدة عطت لون كمان معايا، وفي نفس الوقت الفلفل دبل ايه معايا. وكمان الصوص بتاعها دوت الميه دي ايه هتنشف كمان معايا. طبعا في الحته دي انا ببقى معليه البوتاجاز مش موطيان، خلاص الكبده استوت معايا، فانا مش محتاجه ان انا اوطي البوتاجاز علشان ما يفضلش الكبده والبصل ينزلوا في ميه. لا انا بعلي البوتاجاز. ويا جماعه انا هفضل طبعا انا اقلب فيها اهو، الفلفل بدا اللي هو ايه يدبل. بس طبعا انا حاطه فحمايه على النار، هوسع كده مكان ليها. وهنزل ايه بالفحمايه، هعملها زي نظام دوريه كده في النص. اهو انا كده عملت زي نظام ايه دوريه كده. هنجيب طبعا الفحماية اهي، وبسرعة جدا هنزل بيها بنقطة الزيت وهكمرها هغطيها. وطبعا هطفي البوتاجاز
وكده الكبده تكون جاهزه معايا اهي يا جماعه، شايفين ريحه تحفه 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 بجد، مش عايزه مش عارفه اوصف لكم الريحه بتاعتها ازاي حلوه. ما تنسيش بقى الاشتراك وتفعيل زرار الجرس واللايك، اشوفكم في فيديو جديد، يا رب الفيديو يكون عجبكم.